بأولى محطاتنا الصباحية لليوم رح نتحدث عن مشاركة الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله بحفل أقيم يوم أمس، والتي تسعى دائما لإثبات جمالية الموسيقى السورية وغناها، والتي تمثل سوريا داخل هذا الوطن وخارج حدوده، ومع صوت حلبي أصيل أيضا مع الأستاذ صفوان العابد، صوت يلمع كلمعان مياه حلب كما يقال، من يشرب من مائها يتذوق الأصالة والفن. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. يسعد صباحكم. صباح النصر. صباح صباحكم هيك، صباح جميل إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. صباح سوريا العظيم. يسعد صباحكم أستاذ صفوان. نحن يمكن أول مرة حضرتك بتكون معنا ببرنامج الصباحي، أكيد بنتشرف كثير بوجودك معنا اليوم بالبرنامج، وأنتم اليوم محتضنين ببيتكم بحلب. حلب بيت الجميع أكيد، بيت كل السوريين. تسلم، الله يخليك. حابين هيك من حضرتك نبدأ بتحية صغيرة من حلب قبل ما نبلش حوارنا. حلب بتسلم عليكم، عليكم بالحلبي. حلب بتسلم عليكم وبتقلكم انتو عالبال، حالتا شوفت عينيكن وللصبر صارت مثال، وبتقلكن لا تخافوا عليها، راية سوريا بإيديها، الشهب عين الله عليها، شعب الصامت كله رجال، حلب بتسلم عليكن. تحية والله كل أهالي حلب. مايسترو، يعني امبارح حفل كان بالفعل مميز ورائع، يعني صدى صوت الحفل كان مترافق مع صوت الانتصارات. خبرنا كيف امبارح كان التحضير للحفل والأجواء؟ أول شيء صباح الخير. يسعد صباحك. وصباح الخير أكيد، من صباح مميز أكيد من حلب، وخاصة جنب القلعة الشامخة، شامخة أكيد. امبارح الحفل جدا مميز، جدا بيعني لنا يعني كموسيقيين، بيعني للحضور ولكل اكيد الشعب السوري. حلب مدينه عظيمه تاريخيا وعظيمه بالنسبه بجميع المجالات، سواء كان الاقتصاد وخصوصي بما يخص احنا شغلنا، خلينا نقول الموسيقى اللي فيها ارث جدا 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 مهم. كان واجبنا بالفترة الماضية أنه نحافظ على هذا الإرث، نوثقه، نقدمه أكيد بحفلاتنا. ويمكن كان الهم الأكبر عند الأساتذة لأبناء محافظة حلب، أمثال الأستاذ صفوان عابد ما قصر أكيد بأنه يقدم حفلات طول الفترة الماضية، ما يوقف يوثق هذا التراث، فكانت هي مهمتنا. ويمكن هي المهمه يمكن توجناها بحفل امبارح اللي هو كان برعايه كريمه من السيد الرئيس بشار الاسد، ومثل ما عملنا تدمر بوابه الشمس، عملنا امبارح كان حلب خفق الفؤاد، وان شاء الله هذا الحفل بيصير بكل شبر من اراضي سوريا الحبيبه ان شاء الله، لحتى نقول انه نحن الشعب السوري
وطبعا جمهور حلب هو وجمهور دمشق وجمهور كافة المحافظات اللي كانوا موجودين طبعا حسوا احساسهم، وهذا احساس حقيقي. وانا سالت كثير وحكوا معي كثير انه وكانه حلب ما في مشكله وما في شيء تماما. يعني كنا عم نسمع على الاشخاص مثل ما قلتي ميساني اللي كانوا عم يدخلوا للقلعه وحتى اللي كانوا حاضرين الحفل عم يقولوا يلي ما زاروا حلب بهالحرب يلي مرت عليها وهلا زاروها بحسوا كانه ما كان صاير شيء فيها في شي. وهالحفل رجع لهم يمكن قلق هالاصاله الحلبيه. يعني مايسترو انتم دائما عم تسعوا لتقدموا شيء مميز وإطلالة مميزة، كيف كان التناغم مع الطرب الحلبي امبارح؟ هلا بالنسبة للفرقة الوطنية السورية الموسيقى العربية هي من الحفلات المميزة اللي بتنضاف مثل ما بقول لتاريخها، إنه اجتمع معنا بفقرة واحدة أهم يعني قامات الغناء أكيد بمحافظة حلب وعلى أسر الأسرة أكيد صفوان العابد. وأكيد بالأيام اللي جاية أكيد بقى موضوع يعني في مشاريع يعني يمكن الرسمة خلال هي التجربة إن شاء الله على مسرح دار الأوبرا تعنى بموضوع توثيق هذا التراث من موشحات ومن قدود ومن سماعيات ومن كل يمكن الأنماط الموسيقى الشرقية. بصراحة امبارح خليني احكي على موضوع الموسيقى ما تفضل الاستاذ صفوان وحكى انه مثل كانه حلب ما مر عليها يمكن هي الغيمة السوداء. وبالفعل انه بنشوف عدد من الفرق الراقصة ما زالت طول الفترة الماضية قائمة على رأس عملها، عم تساوي تدريباتها، عم تساوي حفلاتها، حتى بالنسبة للأساتذة المغنيين العازفين اللي محافظة حلب اللي اشتركوا معنا واللي هن بالأساس هن تشكيلات من فرق موجودة كمان استمرت طول الفترة الماضية وقاومت أكيد بالموسيقى. سواء فرقة نغم أو فرقة أحياء التراث أو أوركسترا صبا أو أوركسترا كوميداس، وحتى كمان هذا التجمع الكبير من الكورالات دليل أنه ما بنحسن بلا الموسيقى. مآمنين جدا بالموسيقى، مآمنين جدا بالفن، بالإبداع، بتأثيره أكيد طول السنوات اللي مرت، مثل ما أكيد إيمان أعضاء الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية وأعضاء الفرقة الوطنية السيمفونية بقيادة المايسترو أكيد أستاذ ميساك. طول الفترة الماضية كان عندنا إيمان بأنه نحن عندنا واجب على أنه نحافظ على هي الموسيقى، نحافظ على الحفلات اللي احنا يعني عم نقدمها ايمانا بتاثيرها اكيد طبعا. ما وقفت الحفلات وكنا عم نشوف هذا الموضوع مايسترو يعني تقريبا بالعديد من المحافظات السوريه. استاذ صفوان يعني نحن بدنا نستثمر وجودك معنا لليوم ونرجع نسمع غنيه جديده من حضرتك كمان هيك من مدينه حلب يمكن اهداء الى دمشق. يعني غنيه جديده انا عملت سلام من صبا برده، هو في مشروع هلا مع المايسترو الاستاذ عدنان في تحضير لهيك شيء، ويعني ما عاد في شيء اسمه مخبى. اي فالاستاذ المايسترو هون استاذ عدنان عم بيحضر شيء جديد، بس انا هلا ممكن اقول لك شيء من شيء له علاقه من حلب. اي تفضل. ما أسعدك صبحية، ما طلعت الفجرية، والله الدلال يلبالك وأنا العذاب كله علي. يا سلام يا سلام يا سلام، قومي العبيب بجوز ولوز يا مطلقة ومالك جوز، بيعي الفرشة وحويلك جوز تيدفيكي بالشتوية. يا سلام يا سلام يا سلام. نحن رح نتابع أجواء الحفل يوم أمس ونرجع أكيد لنكفي حديثنا معكم. على العقيق جدامانا نحن أسود العيوني، نحن أسود العيوني، ما ظني مجنون ليلة
رجونا بعض الجنون رجونا بعض الجنون تحب الصبايا كل يوم لك الف حكاية كل يوم لك الف حكاية قلت اسألوا قلبي عنهم اني طبيبي ودوايا اني طبيبي ودوايا على العقيق اجتمع نحن أسود العيون يا خيو نحن أسود العيون إيه ما ظني مجنون ليلة رجونا بعض الجنون رجونا بعض الجنون يا ليلي احبون هلكوني اللي احبون ذبحوني انا على العقيق جيت امانة نحن اسود العيون نحن اسود العيون ايه ما ظني مجنون ليلة رجونا بعض الجنون يا خيو رجونا بعض الجنون مايسترو عدنان الفرقة الوطنية السورية دايما بيكون لها حضور بالمحافل الدولية وعم تمثل سوريا وفن سوريا الأصيل بالخارج لكن وجودكم مبارح بقلعة حلب القلعة الصامدة المنتصرة له خصوصية أيضا يعني قديش كان في مسؤولية عليكم بأداء رائع وجميل كما هو معتاد يعني طبعا هلا المسؤوليه مثل ما قلت لك المسؤوليه كبيره لانه بحلب المدينه المشهوره اكيد اكيد مدينه الطرب مشهوره بارث الموسيقي الغني فانه نحن حاولنا نقدم يعني انا والاكيد كل المغنين اللي هنا شيء من 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 تراث حلب فقدمنا هي الوصل اللي شاركنا باعدادها اكيد الأستاذ صفوان وأكيد كل حدا غنى أغنية الشيء اللي كان كمان أحد خلينا نقول مميزات أو مميزات الحفل كانت إنه شراكة موسيقيين من محافظة حلب من فرقة نغم اللي هي بقيادة الأستاذ عبد الحليم حريري ومن فرقة إحياء التراثي اللي بقيادة الأستاذ عبد الباسط بكار فحتى هي خلينا نقول هذا الشراكات كمان جدا 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 مهمه اكيد واضافت لنا كمان كثير استاذ صفوان يعني دائما باي نصر بترافق الاغنيه الوطنيه دائما للانتصارات خصوصا هلا نحن بوقت كثير كبير من الانتصارات للجيش العربي السوري بدمشق وبالعديد من المدن السوريه قديش اليوم فعلا هي الاغاني اللي بنرددها لها دور كثير كبير بانه تعطي هالفرح تعطي هالاعتزاز بالوطن صحيح بس انا قبل ما اشوف او قبل ما اسمع الاغاني انا وقت بسمع اي غنيه وطنيه انا بشوف سوريا قدامي أكيد. يعني عادنا. ايه طبعا بقعه واحده انا بشوفها من اقصى الشرق لاقصى الجنوب بغنيه اللي بسمعها انا فورا بصير عندي تصور بتصور سوريا
طبعا ما بتصور سوريا ناقصة حبة تراب إلا من وإلى. يعني حالة عظيمة. أي أغنية وطنية أنا بسمعها طبعا من الأغاني اللي منحبها طبعا، أو في أغاني هلا حاليا إنه بتفوت فورا وطنية أوكي، بس لا تخلو من الطرب أو لا تخلو من الجملة الطربية الحلوة. فهي أهل حلب بالذات طبعا بسوريا بشكل عام، بس حلب في خصوصية بهي القصة إنه الأغنية الوطنية يجب ألا تخلو من الجملة الطربية. نعم. فكل مميزة هالجملة الطربية. نكهة طبعاً طبعاً، وطبعاً هي في وجداننا. أي أغنية وطنية بتبقى في وجداننا بحياتنا اليومية، إنه خلاص أنا إن كنت جوات سوريا جوا سوريا أو برا سوريا، فأي أغنية سوري بشكل عام سمعها فهي وجدان إله يعني. ففورا بتصور مدينته وبتصور بلده وبتصور راح لدمشق واجا لكافه محافظات اللي شافها، فبشوف فيها سوريا يعني. الاغنيه الوطنيه طبعا بحاله ثانيه. يعني بالتاكيد هالاغاني الوطنيه هي بالفعل بتعبر عن فرحنا طبعاً وانتصارنا، وبهذا الانتصار نحن بدنا نشكر وجودكم معنا لليوم وبصباحنا غير، وتشرفنا فيكم. شرفنا فيكم. اهلا وسهلا فيكم. شرفنا فيكم. شكرا كثير لوجودكم معنا لليوم. شكرا. صباحكم.